نعيش في تونس أزمة اقتصادية صعبة، البطالة تزيد يوم بعد يوم، والأسعار ترتفع بشكل مخيف. الحكومات السابقة ما قدرت تلاقي حلول، الناس اللي حياتها صعبة وضعها يزداد سوءاً. هذه الأزمة خطر على أمن تونس واستقرارها، لازم نلاقي حلول سريعة عشان نوقف هذا الانهيار. الجزائر جارة قوية لتونس، ممكن تلعب دور كبير في مساعدة الاقتصاد التونسي، ممكن تقدم دعم مالي وتستثمر في تونس. الجزائر هي بوابة تونس لقارة إفريقيا، التعاون الاقتصادي بين البلدين في مصلحة للجميع. تونس والجزائر عندهم إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة النظيفة، ممكن نعمل مشاريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. الجزائر مصدر مهم للغاز الطبيعي، ممكن تزيد كمية الغاز اللي تصدرها لتونس بأسعار مشجعة. الجزائر ممكن تشجع الاستثمار في تونس، في فرص كتيرة في السياحة والتكنولوجيا والزراعة، ممكن نعمل صناديق استثمار مشتركة عشان نساعد أصحاب المشاريع الصغيرة. لازم نسهل التجارة بين تونس والجزائر، إلغاء الضرائب على البضائع وتسهيل النقل بين البلدين راح يقوي اقتصاد البلدين. ممكن نعمل مناطق حرة مشتركة عشان نشجع التجارة ونجذب المستثمرين. لازم تونس تكمل طريق الإصلاحات الاقتصادية، لازم هذه الإصلاحات تكون متوازنة وتراعي ظروف الناس. ما ينفعش يكون في نمو اقتصادي من غير حرية وديمقراطية. الأحداث اللي بتحصل في العالم بتأثر على تونس. أزمة أوكرانيا خلت أسعار النفط والقمح ترتفع، الأوضاع في ليبيا بتأثر على الأمن والاستقرار في تونس. الدول العربية عندها تحديات مشتركة، لازم يكون في تعاون عربي قوي في الاقتصاد والسياسة والأمن. ممكن نعمل صندوق عربي عشان نساعد اقتصاد تونس.